السلام عليكم. محاضرتنا اليوم في شرح قانون كولوم في مادة الكهربائية والمغناطيسية لطلبة المرحلة الثالثة قسم العلوم كلية التربية الأساسية. المقدمة: يعد العالم الفرنسي تشارلز أوغستين دي كولوم واحدا من الرواد الأوائل في القرن الثامن عشر في الكهربائية، فهو أول من قام بقياسات عملية للقوى العاملة بين الأجسام المشحونة، ومن حصيلة هذه القياسات استطاع صياغة قانونه الشهير عام 1785 الذي عرف بقانون كولوم، وهو يرتكز على ثلاث نصوص: أولاً تنافر الشحنات ذات الإشارة الواحدة وتجاذب الشحنات ذات الإشارة المختلفة، ثانياً شحنتان تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة تعمل على امتداد الخط المستقيم الذي يصل بين مركزيهما، ومقدار هذه القوة سواء كانت قوة تجاذب أو تنافر بين الشحنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين، ثالثاً يتناسب مقدار قوة التجاذب أو التنافر بين الشحنتين عكسياً مع مربع المسافة بينهما. إن هذا الاستنتاج يعد إشارة واضحة إلى أن كولوم أثبت أن قوة التجاذب أو التنافر بين جسمين مشحونين تتبع قانون التربيع العكسي. على ضوء ما تقدم أعزائي الطلبة، يمكن صياغة نص قانون كولوم بالشكل الآتي: القوة الكهروستاتيكية بين شحنتين نقطيتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهم. نلاحظ أعزائي الطلبة أن القوة الكهربائية بين شحنتين متشابهتين بالإشارة هي تتنافر قوة تنافرية، والقوة الكهربائية بين شحنتين ذات إشارة مختلفة تتجاذب قوة تجاذب. تتناسب القوة الكهربائية عكسياً مع مربع المسافة بين جسمين مشحونين. ثانياً تتناسب القوة الكهربائية طردياً مع الشحنة Q1 والشحنة Q2. إذن أعزائنا الطلبة، يمكننا كتابة المعادلة كالآتي: F تتناسب كما ذكرنا طردياً مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. إذن القوة الكهربائية تساوي K مع حاصل ضرب الشحنتين على مربع المسافة بينهما. Where K is the Coulomb constant. K هو ثابت كولوم ومقداره 9 × 10^9 وحداته نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع. المعادلة أعزائي الطلبة تسمى قانون كولوم، والتي تستخدم لحساب القوة بين الشحنات الكهربائية. في هذه المعادلة القوة تقاس بالنيوتن، والشحنة تقاس بالكولوم، والمسافة تقاس بالمتر. The constant K can be written as K ثابت كولوم كما ذكرنا يساوي 1/4 π/ε0، where ε0 is known as permittivity constant of free space. يعني ε0 طلاب ثابت السماحية، ويساوي 8.85 × 10^12 كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع. إذن K اللي ثابت كولوم يساوي 1/4 π/ε0 ويساوي 1/4 π كما ذكرنا طلاب ثابت السماحية، مقداره 8.85 × 10^12. إذن
ثابت كولوم مقداره يساوي 9 × 10^9 نيوتن متر تربيع على كولوم تربيع. Conclusion of the electric force: القوة الكهربائية تكون ناتجة من تأثير شحنة على شحنة أخرى أو من تأثير توزيع معين لعدة شحنات على شحنة معينة Q1 على سبيل المثال. ولحساب القوة الكهربائية المؤثرة على تلك الشحنة نتبع الخطوات التالية: electric force between two electric charge في حالة وجود شحنتين فقط، والمراد هو حساب تأثير القوة الكهربائية لشحنة على أخرى. الحالة في الشكل التالي تمثل شحنات متشابهة أما موجبة أو سالبة، حيث القوة المتبادلة بينهما هي قوة تنافر كما في الشكل. لحساب مقدار القوة المتبادلة نسمي الشحنة الأولى Q1 والثانية Q2، فإن القوة المؤثرة على الشحنة Q1 نتيجة الشحنة Q2 تكتب F12 وتكون في اتجاه التنافر عن Q2، وتحسب مقدار القوة من قانون كولوم كما في المعادلة التالية: F12 يساوي ثابت كولوم في حاصل ضرب الشحنتين على مربع المسافة بينهما، وهي قوتين تتناسبان في المقدار، متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. كذلك الحال في الشكل التالي والذي يمثل شحنتين مختلفتين، كما نلاحظ أعزائنا الطلبة في الشحنتين مختلفتين، حيث القوة قوة المتبادلة هي قوة التجاذب، وهنا أيضا نتبع نفس الخطوات السابقة وتكون القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه أيضا. لاحظ اتجاه الأسهم القوة على الرسم. Example: احسب قيمة شحنتين متساويتين إذا كانت القوة الكهربائية المتبادلة بينهما 0.1 نيوتن عند وضعهما على مسافة 50 سنتيمتر في فراغ. Solution: بالبداية أعزائي الطلبة نكتب قانون كولوم ثابت كولوم في حاصل ضرب الشحنتين على مربع المسافة بينهما. إذن Q1 إذا كانت Q1 تساوي Q2 كما في الإكزامبل. طلاب منطينا مقدار القوة 0.1 ويساوي ثابت كولوم في Q2 لأن Q1 تساوي Q2 على مربع المسافة بينهما بعد تحويل طلاب كما تلاحظون السنتيمتر إلى متر. نحصل على نتيجة Q تساوي 1.7 × 10^9 كولوم، وهذه قيمة الشحنة التي تجعل القوة المتبادلة تساوي 0.1 نيوتن. Electric force between more than two electric charge: القوة الكهربائية بين شحنتين أو أكثر في حالة التعامل مع أكثر من شحنتين، والمراد حساب القوة الكهربائية الكلية resultant electric force المؤثرة على شحنة Q1 كما في الشكل أدناه. أعزائي الطلبة، فإن هذه القوة هي F1 وهي الجمع الاتجاهي لجميع القوة المتبادلة مع الشحنة Q1 كما في الشكل، وتصبح المعادلة F1 يساوي F1 2 زائد F1 3 زائد F1 4 زائد F1 5. ولحساب قيمة واتجاه F1 نتبع الخطوات التالية: حدد متجهات القوة المتبادلة مع الشحنة Q1 على الشكل،
وذلك حسب إشارة الشحنات. وللسهولة نعتبر أن الشحنة Q1 قابلة للحركة وباقي الشحنات ثابتة. ثانيا نأخذ الشحنتين Q1 و Q2 أولا، حيث أن الشحنتين كما نلاحظ طلاب موجبتان، إذن Q1 تتحرك بعيدا عن Q2 وعلى امتداد الخط الواصل بينهما، ويكون المتجه F12 هو اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة Q1 نتيجة الشحنة Q2، وطول المتجه يتناسب مع مقدار القوة. وبالمثل نأخذ الشحنتين Q1 و Q3 ونحدد اتجاه القوة F1-3، ثم نحدد اتجاه القوة F1-4 وهكذا. لحساب مقدار متجهات القوة كل على حدة نعوض في قانون كولوم كالآتي: F1-2 يساوي ثابت كولوم Q1 Q2 R2 على R2، F1-3 ثابت كولوم Q1 Q3 على R2 وهكذا طلاب. خامسا تكون محصلة هذه القوة هي F1، ولكن كما هو واضح على الشكل فإن خط عمل القوة مختلف، ولذلك نستخدم طريقة تحليل المتجهات إلى مركبتين كما يلي: مقدار محصلة القوة تساوي F1 تحت الجذر F2X تربيع زائد FY تربيع، ثيتا تان واتجاهها تان ماينس F1 على FX. شكرا للمتابعة أعزائي الطلبة.